قيمة. أدعو الأستاذ محمد الحبيب. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. أولا عندي شوية اقتراح في العنوان عن مكان قبيل، أشبه يعود مساهمة في كتابة التاريخ، تاريخ المقاومة الموريتانية. عقب الحوار هو اللي واخذ كان مقاومة وطنية ولا غيره. وما يعاد كتابته هو قاعد معها تنكتب حتى بالقدر الكافي، قال يوسف من المصادر المختلفة ما يتنوع حتى غير بعد قدر المصادر. نختار اللي حد له يكتب تاريخ المقاومة الموريتانية، يبدأ طبعا إلى قد من قبل الحملات البرتغالية، لأن هذه حملات زادهية قوية وشديد أثرها على المجتمع وخلفت الكثير من السبايا، أما القتلى فحدث ولا حرج. ونختار ملي حد حقكم كاملين تدركوا عن أكثرية المجتمع الموريتاني إتان دخول الفرنسيين ولا النصارى كان الأغلبية الصامتة، أما الذين قاوموا كاتبوا بسرعة سواء كانوا علماء أو أمراء وغيرهم، وأصبحت هي الطبقة اللي في الإدارة وهي الطبقة المعاملة للفرنسيين. أما الأغلبية الكثيرة اللي كانت مع دخول النصارى وسامع الفتاوى لتأصيل دخول النصارى هي كانت عنها مقنعة، غير ملي ما والآخرين اللي علموا مقاومته بسرعة هم ملي بالعجلة عقبوا كاتبوا، وصبحهم هم اللي شكلوا الإدارة وصبحهم هم اللي يشكلوا هم اللي مستفيدين من هذه الإدارة الفرنسية. نختار نقول عن حد لا يتكلم هم اللي عن تاريخ المقاومة موريتان طبعا ضد فرنسا بشكل خاص. كيف تعرفوا الفرنسيين من بداية القرن السابع عشر هما حاطوا بينا من كل جهة وكونوا علاقات تجارية كبيرة قائمة على الصمغ اللي رواية مهمة ذيك الساعة، وعلى تجارة الرقيق اللي رواية مهمة ذيك الساعة، وعلى بيع الأسلحة اللي رواية مهمة ذيك الساعة في مجتمع قبلي هو اللي يتحارب. ومن يقولوا عن المجتمع كان سايب ومتحارب، ما معناها أنه حملت السلاح هذا من أهل الحرب أخطر منها سيفة الزوايا، يعني قال لك سيفة المرابط، وكم من حروب أكلت الكثير من قبائل الزوايا، واللي أحد من بعض من الكاتبين يقول أنه يستغرب من حرب الزوايا فيما بينهم حيث لا رئاسة يتجاذبون ولا إمارة يدافعون، وعندهم في كتاب الله من قتل نفسا مؤمنة يقرأون. إذن هذه السيبة، وهذا طبعا لها عواملها الخارجية. وحد ملي لا يتكلم طبعا عن المقاومة يقدم مرحلة أخرى معينة، يتكلم عن العوامل الخارجية اللي ظهرت. كيف تعرفوا العرب تركوا في إسبانيا خرائط لصنع السفن جاهزة وتطوير بعض من الأسلحة، هاي السفن طورها البرتغاليين بسرعة هم والإسبان وركبوا البحر، وأصبح الأوروبيين في مرحلة أخرى يبحثون عن المعادن النفيسة أيضا في كل مكان، وأصبحت وطبعا موريتان من بين البلاد اللي أيضا مطلوب عندها بعض من هذه المواد اللي مطلوبة. حين صرت أتكلم عن المقاومة لا يمكن أن نتجاهل الإمام ناصر الدين وحركة الأئمة التي إذا كانت المشروع أجهض في أرض البيضاء فهو قوى ونما وتأسس في فنان وفي جلف، وأيضا شكل قوة من الأئمة المجاهدين، أطلق على المسألة أنهم مجاهدين. هذا الجهاد تواصل وهو قام أيضا في أولا بمحاربة الرقيق، وهذه كانت هي اللي أعطتهم شأن كبير على أنهم عندما كانوا الأمراء زنوج يبيعون العبيد كانوا هم يحاربون هذه الظاهرة، فطلع الشأن الأئمة وأصبحوا هم المسيطرين وتقاعس وتراجع شأن الأمراء. في مرحلة أخرى نظموا هذه المقاومة لتقطع الطريق ما بين خاي ما بين بلاد السودان وسين لوي، وكانوا أيضا قويين سيطرة على طلوع السفن والتقاز اللي فيها من رقاش كامل مبيوع والله رقاش مسلم إلى آخره. هذه المضايقة جعلتهم أيضا تتضاعف عليهم المضايقة نتيجة لهذا الفعل اللي قاموا به قوي، وهي الفترة اللي قام بها توقيع الكثير من الاتفاقيات مع الأمراء الموريتانيين لأمين طرق القوافل وهم قائمين بالجهاد. وبعضهم كيف الإمام عبدول أبو بكر رحمه الله
تطلع على ما تضايق عليه الخناق بوكل وفي ضواحيها وضايق عليه الفرنسي خلال على أنه يقوم علاقات مع بعض من الإمارات الموريتانية كالأمير العادل بكار ونأسف لموته غدرا في العصابة. إذن هذه الحركة تجاهلها في الجهاد يعني نفس الجهاد. أيضا من الغريب أن نتجاهل جهاد الشيخ سيدي الكبير وكأننا نحاسبه على موقف حفيده وابنه من المهادنة في الإسلام. هذا لأنه مؤتمر تندوزي كيف تعرفوا حضروا الأمراء كاملين، بكار واحد أرسل ولي الكبير عثمان، حضروها القبائل الزوايا، حضروا بعض الزنوج. هذا تعبئة كبيرة، تعبئة كبيرة للجهاد، عكسته قصيدتي يولو شخص محمد الرائية واليائية يستحق عليها أن يسمى شاعر المقاومة اللي هو شخص محمد حقا، وهو دائما نتجاهله كنوع من الحساب أيضا على موقف ابنه. وربما أيضا بعد هذا المؤتمر 1856 لما خرج إلى شمامة اللي هو شخص ديال الكبير وكان من ذلك محمد والسيد محمد ولا غريش يهيئ له جيشا وفهم جيش آخر من مختلف القبائل الموجودة ومن أهل شمامة، أيضا الفرنسيين يتابعون هذا وهاجموه بقوة وقتلوا خلق كثير منهم من المعزوز والجد ومن مجموعة من القبائل كلها اللي شاركت، هي اللي أمر شخص دياب دفنهم بثيابهم، وكانت أقوى إشارة يقولها في أخبار الجهاد لأنه لم يقل بالجهاد يدعو الجهاد صراحة، لأن الجهاد طبعا كيف تعرفوا في الجهاد المشروع اللي هو شروع أمير عادل قضاء مستقل إلى آخره، وعندما تدعي الجهاد وأنت لست أميرا وكأنك تقوم بطريقة داعش وطريقة غيرها، لأن الأمور هذا يقومون بالجهاد بالنسبة لهم مجاهدون. الفريضة الغائبة عند فودة هي قضية الجهاد، وحقا هي فريضة غائبة عند المسلمين ومهمة جدا، ولكن لها طرقها اللي هو الجهاد المشروع. إذن فهنا ملي نختار ذكر طبعا على أن أن المقاومة التي وقعت قبل التوغل هي مقاومة أخذت قرونا من الزمن وكانوا فيها الكثير من الضحايا، ولذلك فهي لا يجب أن يمر عليها الإنسان مرور الكرام. والمقاومة التي قاموا بها الأهالي الأزل ضد أيضا الحملات البرتغالية التي كانت لها سفنها المحصنة ولها زوارقها القوية ولها غاراتها الليلية والأصباعي أيضا يجب الاهتمام بها. يجب أيضا كما قال البعض الابتعاد عن السياسة في عملية التاريخ، وأنا أتفهم من يتحفظ عن الكلام في هذا المجال لأنه أصبح حقيقة مقاولات مكشوفة ساقطة سوقية عامية، واحد يختار يدير أسامي يديرهم يدير قرباء يشيد بها. إذن هذه العملية حقا ما دامت بهذه الطريقة فهي عملية تستدعي ضرورة تحفظ أو إجبارية تحفظ، لأنها حقا لا زالت هابطة جدا. عند ما بدأ طبعا لما بدأ مرحلة التوغل يجب أن نتذكر أن كبولاني ليس صاحب خيار هو يقدم رعي، ولكن هناك قوة قوية، هناك البرجوازية الفرنسية الحاضرة والمدافع عن مصالحها وظل دائما له بالمرصاد. فحينما ذهب إلى ليعكس تقارير مامسيون والسودان، حينما ذهب إلى 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 بلاد السودان طبعا القبائل في الحوض دفعة شورو يتلود هو ما يلود لها، شخص الخير جاب له مختار المحايميد ومشي إلى اجتماع سيد محمود في العصابة، ومنين تقرأ كتاب قاضي منه والقاضي ولاد الناصر منه بيا والسليمان، هو يأرخ الأمثلة. وأنا لفت انتباهي فيه لما قرأته في التسعينات يتخبر لم يكن عندي أنا ذلك تصور أن الفرنسيين كانوا موجودين في بلاد السودان وأن لهم هذه العلاقة القوية مع القبائل في طريقها إلى النيور وفي طريق القوافي إلى النيور وفي طريق في خاي وفي طريقها إلى ده. هو يقول عامل فيلا واللي قام فيه فلان والحبيب سيخ فلان والحبيب بأخذوا ولي الفيلا لتقديمه للنصارى في النيور ليساعدوه في الشياخة. إذن هذا الحضور السياسي كان قديم، وما الحضور التجاري حدث ولا حرج. البرجوازية الفرنسية كانت في سان لوي معارضة لمشروع كابولاني بكل استماتة،
لماذا؟ لأنه هذه بيع ديونهم لا يتوقد عليهم أحيانا، يخافون من المجهول، يخافون أن لا ينجح التواغل فتذهب ديونهم، يخافون أيضا من الموارد كانت تجي من بيع الأسلحة في اتفاقيات وغير اتفاقيات على أنها أيضا تتوقف المورد. أما تجارة الرقيق آنذاك كانت أصبحت محرمة في الدول الفرنسية، ولكنها أيضا هم يتفهمونها مع شيوخ القبائل اللي كان واحدة منهم يشرط عليهم أن يبايعهم إلى ما دخلوا في قضايا العبيد. ولذلك كانت قضية العبود يعني في تلك الفترة لا يمكن أن تظهر في الوثائق لأنها أصبحت ممنوعة في الدول الفرنسية، ولكنها معمولة بها في معاملات الإدارة اليومية ومسكوت عنها ومقبولة في بعض الأحيان. إذن مشروع هو كابولاني لما نجحت مهمته في السودان بدون تكلفة وبدون طالبها، هذا عزز موقفه عند الإدارة الفرنسية المركزية المتروبول عنها، أنه عاد اقتراحه كان دائما عيط به عنه يقدر يخلوه خاصة في هذه الأرض اللي قرحت فيها مسائلهم، لأنهم هما كل ما حسنوا ظن بأحد من أمراء ترارزة وساهموا في غدره ذا اللي يطلع عنهم كانوا حاسين بظن يطلعهم لله كيفه. ولذلك طبعا هذه المنطقة وحتى المناطق الأخرى اللي كانت بعيدة أيضا منهم تصور عن لعنة حدود، لأن خلصوا اتفاقية بكار الأولى معهم في بكال 1892 كاتب الشيخ بدوي سليمان، اتفاقات أخرى ترأي كتبها الخرشي ولا عبد الله. من تتخرص طبعا قبل ذلك اتفاقياتهم مع الأمراء ترارزا، اتفاقياتهم مع إمارة درار، وأحيانا الإسبانيين هم اللي يدخلوا على الخط، وهذه هي مرحلة دولية اللاحقة التي ستحضر مع المرحلة الأخرى التي تتزامن مع التوغل، هي مرحلة وجود محورين طبعا في العالم القوي آنذاك، ومحور الحلفاء. هذا المحورين طبعا واحد مثل إسبانيا أحداكم، السلطان المغرب والسلطان الألماني وألمانيا، والأخرى مثل فرنسا، هذه مرحلة أخرى لاحقة أيضا ستلقي بظلالها على المقاومة ابتداء من التوغل، وأيضا لها أثرها العميق عليها. السلام عليكم ورحمة الله. الوقت يبدو انتهى. أستاذ حمود الصنبر، رجاء اختصار من ما عندنا مداخلات. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لين قال لي حيمود والخاطر والسيد أحمد والعبد الرحمن والصنبة والإبراهيم والدعي والإحسان والحميدة والإلحاج والحميدة والإلحاج والدميس أبات عشرة من الدمون والتاني، وهذا اللي ينطرس علينا لين قال ولاد السباع بوين قال دميس بوهن قالوا عبد الوهاب بن سيد عمار بن عبد المنعم بن إبراهيم بن عمر عامر هو اللي مردوه في المغرب أباتي وستير فوق دميس، ومن أهل موريتاني هون وفاؤودة قصر بنقول لكم هون ياكم تقولون لنا منكم تعرفوا عنا من أهل موريتاني، وخلقنا هو الأول جاب لكم متاي وشربتوه، وهم ياسر من الخدمات قدمناه والناس قال الأول قال الشعر مقرره راجل منه، ومن الناس هاي الناس كاملة اللي عندها الإجازة بيجي من اللي سند وما هو أصلحنا. هو أنا العنوان اللي مكتوب هون عنوان مكتوب المقاومة هي مدى له يتقاوم لا إلى فات اللي ينخذ الاحتلال، يعرف ننشد أخبار اللي كان سابق الاحتلال اللي كان موجود، أما مدى ما هي خارج إلا يتقاوم شنو لأن قاوموا الخلوات هذه مدى كانت قامت حضارهم وفيها العلم والعلماء وفيها الأمراء، خارج إمارة هون قامت عام 1040 في ذي المنطقة اللي إحنا فيها وإحنا مضافين لها، ما يقد درجات احنا ما نقد احنا فينا هنا اصلا طاب على شكل روس، احنا يالتنا نطبوا عنا نحاول كان عندنا تعود دوله مبنيه اصلا على امارات كانوا مجده ولهن خرصوا الادوار اللي قاموا بها، وانا بالنسبه لي ذي الاماره اللي مضافين لها ومنها معترفين لها بالجميع اللي هي امارته المحد الحبيب في زمن محد الحبيب، قاموا حربين هاو الحروب الاثنين اياك نقدوا احنا نعود نشدوا اخبار اللي عدلوا باتل فرع علينا نعود بعد قاع عندنا اصل ننطلقوا منه ياك نعودوا عندنا شيء مثل البانيين عليه. هاي الإمارة اللي قالها إمارة المحمد الحبيب في المنطقة ذي خلقوا فيها حربين، الحرب الأول اللي قالوا حرب الزواج اللي اضطر الأمير عنه يزوج من دنبت إياك يعود يحارب أهل الضفة في الجنوب وسيطر عليهم بذاك الزواج، والحرب الثاني معروف عنه حرب خارج اللي تقولوا البيضان مويس فدرو وإحنا نقول هو ينقالوا فدرو المعنى الفرنسية
هو اللي من ينابة يدفع الضرائب، المحمد الحبيب فرض عليه محمد الحبيب الضرائب بحرب، ودور العلماء فيها لا يستهان به، بدءا بالشيخ سدية اللي عدى الحشد، قالوا حشد مدوجة الناس عود تعرفوا يعني قبلوا ذا، وافتاوا فيها العلماء من مشاهيرهم العلويين العلوي المعروف، وحتموا عن طاعة محمد الحبيب، معناها عنها مدى كانت موجودة، ولو كانت اللي ما كانت حضارة وكانت مدى موجودة ما تقرأ الناس ولا يعود فيها العلم به اللي ضد وراك فيهم الفتنة، ما فيهم العلم والناس ما يصيب القراية. هذه حضارة قامتهم وجذرت ويالتنا نراجعوها ونعترفوا لها بالجميع. المقاومة استخلقت خلقتهم منين بالنسبة لي أنا منطقتي وذا اللي وصلوا له اللي وردوا علي، خلقتهم سقوط الإمارة هون ودايقوا ما قد حد يوصل له المحمد الحبيب، ما قد حد نعار عليهم كانت معهم لا إمارتهم وأمراءهم وخلقهم، ولا قد صار يوصلوا لهم ولا قد تخسر احتلوا الضفة وفرضوا في هذاك اللي فرضوا. هذه المنطقة ذي منين سقطت إمارتها المحمد الحبيب وسبب سقوطها ضيقتهم بيناتهم ومضايقينهم النصارى هم اللي مضايقينهم وسقطت، ومنين سقطت الإمارة حق قطع جايب وياد وتحاربوا المحمد الحبيب تلارسة بيناتهم وفرقوا قطعة، ومنين فرقوا سقطت الإمارة حد آخر ما قد تخبط منهم حد ولا قد تكتب منهم حد. بعد من الناس اللي جاي يمر بكيت الحين هاجر طلع علينا قالوا وياد أحمد سالم واللي علي اللي شمل الناس ما يذكروا به اللي عاد يطيح على المنطقة هون ويسحب اللي فيها، وذاك ما أمرك عند الناس ما أنت عدل ما أمرك عندها تنكر جميلة. قاموا اللي هو بيادة وهاجر شور قبيلة إله من أصلنا لا من امتداد وينقل أولاد السباع، وقاومت معاه المشروع وخلقت مقاومة. المقاومة تقعد ما جابت نتيجة وخلقت مقاومة أخراني يا كانوا ذكروها هي اللي انتج عنها الاستقلال. موريتاني كان فرقان هاي المقاومة لهم منهم فيها والعماء وفيها والحرمة وفيها أهل صنبة في الشمال، هاي المقاومة التالية خلقت. هاي المقاومة التالية من خلق حراف وضعف فرنسا وضعف الاستعمار وتضايقوا بيناتهم، الطبقة المثقفة فهمت عنها يلا تتحرك، ومنين تحركت العلم هو الخاص عن العماء مشات به المخابرات المصرية وطرحت الوراء جمال عبد الناصر عنهم يطالبوا بعودوا لانضمام المغرب به اللي ما هو شيء احنا تابعين لندرد المنطقه وهي المنطقه اللي لها تابع لنيور ولا هو شيء من ساعه اللي ما تكبلاني قروا عنهم يمزقوا المنطقه ولا تعود خالي. هذا يلتوين خلقت هاي المقاومه اللي قودها فيها والعمير امير ساد هو وفيها قدر من الناس معاه وفاوضت مد اخرى ونتجت عن استغلال موريتاني تحت الخيام. لو كانت الناس ما قاومت وصقوا الحرمه وصقوا وحدين اخرين معاه سبب دور الناس الطالب لانضمام المغرب هي اللي نتجت عن قبول الناس عنهم يعطوكم دولة حد آخر هي مدلات المقعدين يعطونا شيء مجانا لكن ما أخذ. السلام عليكم ورحمة الله. أقول قولي أستغفر الله لي ولكم. يا الرحمن الرحيم، أنا محييكم كاملين. أنا بالبداية ما كنت إيش عندي بي قلت إني في البداية ما كنت متدخل ولا كنت كاتب شيء، وبدأت بعد نكتب شويات هون عندهم. ما كنت نختار نحتري في الإثارة بهاللي ما تواسب ما هي الله يقير استوقفني شو من الكلام هون خلق حول المقاومة، ولا نختار نبين لأن نحن كاتبين هون إعادة كتابة المقاومة الوطنية، هو هي مدة ما قد قاعد تكتب تاريخها ينفسها هاي كاتبة تاريخ المقاومة. والمقاومة كلمة قبلوها نصارى ريزيستانس وقبلوها الاحتلال احتلالهم ألماني ودفاع. احنا ما كانت عندنا مقاومة ونصارى مولي وشير سعب نبدأ انهم ما استعمرونا ولا كانوا شان يدروا يستعمرونا، والحكومة الفرنسية رفضت مرارا تخبط الأعمار في هذه الأرض الشاسعة اللي فيها ياسر من الناس اللي ما معروف منين جاي. خالد قلنا التأسيلة يلا نقودوا يلا نجاوبوا عليهم. السؤال الأول إحنا من هو مقع، والسؤال الثاني من أين جئنا، والسؤال الثالث إحنا اللي ندوره شنو إحنا إلينا نخلص وإحنا من أين جئنا، لاهي نعودوا إحنا من هما. إحنا مجموعة من العرب والبربر والترك والأرمن والفرس واليهود حتى هذه الناس
هذا حسب اللي قط انا قط سمعت يا وراه ما هو حق ملي راني راه ما هو حق جيبوا لي ما هو حق. المهم انها جات من السودان ومن مصر ومن ليبيا والمغرب والسنغال ومالي، اذا مجموعه في صحراء شاسعه ولا كانت عندها ما كانت عندها سلطه مركزيه، ما كانت عندها سلطه مركزيه. يلا نفهموا على الارض كانت في شمل القبائل، شمل الناس القبائل اللي تطاحن بيناتها ولا كانت فيها سلطه مركزيه، خليط من كلها جاي من جهه. واول سلطه مركزيه خلقت دوله المرابطين اللي حاولوا محاوله فاشله عقب فشلت انهم يعدلوا سلطه مركزيه. وبعد انهيار هذه الدوله دوله المرابطين من طرف دوله الموحدين خلق نوع دخلت المنطقه ظلام دامس، وخلق فيها نوع من الفوضى ما يصح، وخلق فيها نوع من النهب والسلب، واصبحت لا تطاق. وهذا هو اللي حدا بالعلماء انهم يفكروا ويخرصوا ويقولوا باسم الحاله نقدوا نواجه القضيه، وجبروا ان السبب هو عدم وجود سلطه مركزيه. وهذا هو اللي جعل الشيخ سيدي الكبير ينادي الامراء والعلماء والاعيان وذيك الجماعه كامله 1856 في بليده ما يبعد من بوتلميت، ودعاهم كاملين انهم يعدلوا وحده يعدلوا وحده مركزيه، معناها اداره مركزيه، وحتى نطلب منهم يتموا يتناوبوا عليها. هذه القضيه باءت بالفشل، وحضرها ياسم الناس قال باءت بالفشل، واستمر النهب والسلب والقتل. وذاكره الوطنيه تعطينا ياسر من المسائل المأساويه اللي خلقت قطيع ايدينا الواقيش، معناها كانت ارض سائبه وسميت بالارض السائبه. في خضم هذا وراني اسمحوا لي ندور نجاوز ياسر من في خضم جاوا النصارى. النصارى جاوا فوتوا يوصل في المنطقه، وكانوا فم شركات التجاريه، والنصارى ماهم قابلين قاع حد يخبط لهم عماره فم بهم اللي بهم الشركات التجاريه. وبهم اللي ارض شاسعه ولا اراده صايرها قاع ولا قبلوها. مشروع كبولاني اللي قال الدكتور حمام الله وحييه بكلمته اللي كانت رائعه، بدا قاع من هك يا غالي. انا قاع ماني بادئ من هك، بادئ من عند كبولاني جاي. منين دخل؟ منين خلق هذا؟ فما من معروف ان العلماء انهم تقسموا، فيهم اللي قال انه لا يهاجر كيف اولاد ما يابوا واحدين معاهم، وفيهم اللي قال انه لا يجاهد النصارى كيف الشيخ ملعين هك. وهنا اشير ان الشيخ ملعينين كان في سلطه مركزيه، كانت فم مملكه، وبكر السويد احمد في شمن جكدة. معناها الشيخ سيدي بابا فتواه كانت في محلها به اللي الشيخ سيدي والشيخ سعد بو والمرابط احمد زيدان من منطقه القيبه، هذو كانوا كلهم قاعد فوق زيره ما احلاه شيء. بكار بعد عنده قاع كده يقدر يدخل في نقرها، وياك عنده مثلا عنده سلطه مركزيه فيها. معناها ان ما يقدروا سوا. وبالتالي هذا هو اللي جعل بابه يعد ذلك الفتوى اللي كانت عندها ساهمت في في في, في تكريس مفهوم التعايش بين ياسم المجتمع وحقنة ياسم الدماء. هذا معروف. منين وصل كبولاني مشروعه؟ هو كبولاني كان عنده قلعتين عصيتين هما تقانت وادرا هما اللي قدامه، وهاجس كبير بالنسبه له. دقيقتين يا انا قلت لك ماني متكلم، خليني نتكلم ونقول والله انا مدينه بسحب. كبولاني جاء ونحاول نلخص. كبولاني منين جاء؟ قام قايس دخل ترازه، والترازه دخلها لان فيها صراع وسري للاماره، وفيه تاثير فتوى شيخ سيديا، ودخل قايس البراكنه، والبراكنه فيها هم اللي صراع على الاماره بين الحمياده واحمد ولد سيد علي. يا غير اللي صدم كبولاني ان بكار والسويد احمد بتعاون مع احمد ولد سيد علي اخبطهم 1903 في العراق، وهي رساله من بكار انه يخلي عنه تقان. يا غير الرقم ذا كامل هو طلع شهر تقان. وهون اشير على ان هذا الراجل وفي المداخله اللي عدل هذا الاخ اللي ما ذكر هذا الرجل، هذا الشيباني اللي مات ب 97 سنه رافد وزج بقبيلته كامله
سجل قابلته كامله وخلاها وذلاها ما 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 ذكرته. وجميع المعارك في قمر وبار كيول وتنشيب ودرقل ومال، هذه معارك خاضها بكر سويد احمد، ما جاب ذكره. ثانيا بكار كان في مجموعه من الناس ما تقدر تتحضر، ما تقدر تولد عندها مدينه، ما تقدر تولد عندها مدينه كيف الرشيد، ولا تقدر عندها مدينه كيف الحويطات، ولا تقدر عندها مدينه كيف طاع، ولا مثلا مناطق اخرى بها اللي ماشيه في الفيافي، ولا تقدر تتحضر. وبالتالي انا ارى ان من خلال المحاضره ظلمت هذا الشيخ اللي مات شهيد، واول شهيد، اول امير شهيد يسقط في المعركه، ظلمتموه. لدينا حول مولي هي الناس كاملة قاومت، معني أنا قاعد ضد هذه الكلمة المقاومة، لأنها كلمة ما عندها مدلولهم، ما عندها مدلولهم. إن كان فهم مدلول هو جهاد، هو كلمة جهاد، إذا عاد فهم مخلق جهاد، إذا عاد مخلق جهاد، يقال الناس كاملة البيوان والله ذي الناس اللي كانت هم موجودة كاملة ما تبقي نصارى قاع، ما في أحد يبقى نصارى، ولا في أحد ما يبقي نصارى. ونحن مولي قاع قبلنا كاملين عندنا نبقوا نصارى ونتكلموا كلام فرنسيتهم، وعقبة لوقتنا لوقة القرآن عندنا رأيك نحاولوا خايفين لا تطمس الدولة عندها اللغة الفرنسية. معناها أن فم ياسر الناس قاوم، أحمد الحرمة قاوم، وكلمته اللي قال الملك انتهت مهمتين يعني ما بقى فم فرنسي، هذا قالها أحمد الحرمة. أنا لين نحاول مثلا نوجز وتوف بي اللي الأخ يبان يختارني لأن نوفه. أنا نختار نعرف إحنا اللي ندوره شنو، ندوره من المقاومة شنو، هذا ذاك الحديث عن المقاومة وجمعية تخليد بطولات المقاومة والرئيس الجمهورية إحياء المقاومة، أنا ما أعرف اللي دار منه شنو في هذا الوقت بالذات. إذا عاد تاشعل بموجه للزوايا، الزوايا أهل فضل وأهل علم وهم اللي قاوموا، شوف قاوموا بالقلم وقاوموا مولي المقاومة الثقافية واللي قاطعوا النصارى، وعاد مولي بالسلاح والسيف قاوموا، لأن بكار قاوم وبكار من الزوايا. هذا مثلا يلا حد معناه يلا نعرفه أنا القايد نعرف لماذا قلته، نعرف مالي مدلوله، ونعرف التاريخ اللي هذا. إذا نحن ياضن عودوا نعرف اللي ندور بشنو، هاي المقاومة وكلها قاوم وكلها هذا ما يرضى تعود مدة قاعد داله. أساتذة كبار، أساتذة التاريخ الحمد لله، حاولوا بعد قاعد تكتبوا تاريخكم أنتم، ما فيها أي محاولة، ولا عاد خلقت عالم محاولة والله انتين يقال باءت بالفشل وهلها وضايقوا ولا وخلاوا يكتبوا. أنتم ماكم قاعدين تكتبوا تاريخ، أنتم منين جيتوا ومن هم؟ لا بد تعرفوا ان انتم اعاده كتابه المقاومه. ما عندنا وثائق، وارسطو اللي واكل 2400 سنه قال عن التاريخ بدون وثائق لا معنى له، واحنا ما عندنا وثائق، عندنا وثائق النصارى اللي كاتب فرير جان واللي كاتب النصارى كامله. معناها نحن يا الله هاي المقاومه نعود ندوروا منها تربيه النش وتربيته اعلى 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 الدفاع عن الوطن وحب الوطن، ولا تعود نعرات قبليه كل هيدور واحد يدور عيش يدور عدو هو اللي معدل المقاومه، واحد من دواعلي، واحد من دقلاء، واحد من ديبوسات، واحد من جلالفه، هذا ما يصح، ما يقدر صح. كلهم يقود ان يقود على انقاض اخرى. محمد المطار الحامد كان مع نصارى ولكن نعدلوا منه بطل مقاومه. الحسين والبكار كان مع المقاومة، كان مع النصارى، ولا يمكن يعود في المقاومة واحد من أولاد بكار والسيد أحمد. هذه مسائل يجب أن نحافظ عليها، ويجب أن نخلوا عنها هذه الروايات في المقاومة والمقاومة اللي أنا ضارك ماني فاهم، وقف ماني فاهم في الظروف ضارك لماذا تكالب على المقاومة ماني فاهم. السلام عليكم. حضور الكريم، أنا جيت بيدي دعاني الدكتور الحافظ، ومن دعاني النشاط معدد هاي القلات الرائدة اللي هي قلات المرابطون،
تذكرت بيت المختار الحامد رحمة الله عليه، وويحا لمن لم يأتيهم متطفلا وويحا لمن لم يأتيهم متعلما، فجئت متطفلا ومتعلما، جئت متطفلا، جئت متطفلا ومتعلما. وشكرا للسادة الدكاترة فقد أجادوا وأفادوا جزاهم الله خيرا. فقط كيف قالوا، كيف يعرف الجميع أن المقاومة إنها إنه الاستعمار، إنه ما هو رواية حدث طايح من السماء، هي سلسلة تابعة ذيك الحملات الصليبية اللي عانها العالم الإسلامي على امتداد سنوات، وبالتالي هي حملة عاشرة، حملة حادية عشر حسب شنو الباحثين يسميها. مهم إسوة كان الرقم شنو، هي ضمن سياق تاريخي معروف ما فات المسلمون يتعرضون له طوال عقود من الزمن. ثم إنهم في الحملة الأخيرة هذه كانت حملة قاسمة، لأن الحملات الصليبية كانت حملة تترى، وكان المسلمون كلما جاءتهم حملة ردوها على عقابها، إلا لما ضعفت الخلافة العثمانية وعلموا أنه لم يعد هناك سياج يحمي الأمة، وبالتالي كان من السير عليهم جدا اجتياح العالم الإسلامي، بالإضافة إلى ظروف التخلف والتشاظي والنزاعات البينية اللي كانت تشهدها الإمارات الداخلية سواء كان موريتانيا والله في الجوار الإقليمي كان. كذلك نتذكر أنه مثلا أن العلماء الموريتانيين أنه فطنوا خطر النصارى بصفة مبكرة جدا، فطنوا مثلا اليدالي في قصيدته اللي يقول لأحمد الهيبة، كان يقول له عن جيشك جيش المسلمين، وكان يقول وتأتيه دابا حزيما موجة بشائر نصر الله للخلق والأمر، ويقول إنهم يحرصونه بالدعاء. معناها أنهم كانوا يعلمون أن أي جهاد في الضفة اليسرى من النهر هو مقاومة، ومقاومة بكرة، لأنهم يعلمون أن هؤلاء النصارى ما جاءوا إلا ليعبروا إلينا، يعني لم يأتوا السنغال ليست هي الهدف النهائي، وبالتالي هناك فطنة مبكرة لهذا. كذلك مولي يا الله كيف قال الدكتور رحمه الله والسالم، أنا أختلف معاه في نقطة. أنا من دخلت المدرسة 78-79 كان فهم كتاب للتاريخ، هذا الكتاب مطبوع في المغرب على ما أتبقى، وكان كتاب جيد المضمون، وجاب قطعا ذيك الساعة تسع معارك من معارك الفاصلة للمقاومة وحفظناها عن ظهر القلب، بالإضافة إلى تاريخ المرابطين وتاريخ غانا، وكانت محاولة جيدة جدا، إلا أن الحكم العسكري عام 78 هم اللي سحبوا هذا الكتاب ودفنوه، لأنه بدأت فعلا الهوية ياسر منها تندفن. معناها التعميم إن الدولة الموريتانية والدولة الوطنية لم تبذل أي جهد في كتابة التاريخ، أنا أعتقد أن هذا أنه فيه تعميم قد يكون مخلا في بعض جوانبه، كما أن المختار الحامد جهود في التاريخ، واحد يكتب 48 جزء 8000 صفحة في تاريخ مدة، جابش من الوثائق، القش من الناس، اتقال اللغة الأزيرية اللي كانت تكلم في الشمال في المدن التاريخية، ادرك الناس كانوا يتكلموها في شنقيطي وفي ودان وفي ولات وفي تشيد، هذه الشهود كاملة، واطلقت عليه الدولة الوطنية ساعة سمتهم بلوك خلدون موريتاني. ويلا نعرف عن المؤرخين انها جياد جهود، لا شك ان تاريخ ابن خلدون انه قد عدوا بعض جوانب اشبه من تاريخ شيخ المؤرخين ابن جرير الطبري، يغير مدلاك بعد ما انفع عن ابن جرير الطبري عن المؤرخ وانه هو شيخ المؤرخين، رغم ريادتي ابن خلدون. ويكفيه ما قاله عنه مالك بن نبي انه سبق عصره او سبقه عصره. قضية مالي الأخرى أنا يقتل نقول بعجالة، قضية هذه الماني فهم هاي الاستواريزاسيون المعدلة، هاي عملية التأريخ، نحن بلد يكاد يخرج من الجغرافيا، فما فائدة التاريخ؟ هذا البلد يواجه أخطارا توشك لا قدر الله أن تخرجه من الجغرافيا، فما فائدة هذا الاهتمام الزائد بالتاريخ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أستاذ أوه. أستاذ محمد الشامخ والأحمد هيا صار رجاء اسمح الله يسلمك اسمح هذه الوقت صار الناس مدت ملت ان شاء الله ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. اشكر قناه المرابطون على تنظيم هذه الندوه التي هي في الحقيقه تعتبر إضافة نوعية لإعادة كتاب تاريخ المقاومة. سوف لن أطيل لأن الموضوع تم تناوله من طرف شخصيات كبيرة في مجال التاريخ وقامات
وبالتالي لم يبقى ما أضيفه في هذا المجال سوى بعض الملاحظات القصيرة التي سوف أتحدث عنها. أولاً أعتقد أن من أجل الحديث عن إعادة كتابة تاريخ المقاومة يجب أن نحدد مفهوم المقاومة، ماذا نعني بالمقاومة؟ أعتقد أن المقاومة هي فعل يحدث من طرف مظلوم لرد الظلم عنه من طرف ظالم، يأتي من أجل أن يسلبه أو ينزع منه بعض حقوقه أو كل حقوقه. إذن هذه العملية التي تؤدي إلى أن المظلوم يعمل من أجل استرجاع واستعادة حقوقه هي التي يمكن أن نطلق عليها مفهوم المقاومة. ومن هنا في الحقيقة تكون المقاومة التي حدثت هي عمل مشروع يقوم به أي فرد أو أي شعب أو أي أمة من أجل استرجاع واستعادة حقوقه المغتصبة. في هذا الإطار نحن تحدثنا عن المقاومة الوطنية بإسهاب، وتحدثنا عن مراحلها، وتحدثنا عن خصوصيتها، إلا أننا لم نتحدث عن المراحل التي مرت بها المقاومة. أعتقد أن هناك عدة مراحل مرت بها المقاومة الوطنية. المرحلة الأولى هي مرحلة البعثات الاستكشافية التي أرسلها المستعمر الفرنسي من أجل التعرف على خصائص ونمط حياة هذا الشعب وعاداته وثقافته وتقاليده من أجل أن يتمكن أو يضع خطة للسيطرة عليه. كانت هذه البعثات هي بداية التحضير للقيام بالاستعمار أو الدخول إلى بلادنا. بعد ذلك بدأت عملية الدخول الفعلي. حدثت عملية الدخول الفعلي بعد أن وجد المستعمر صورة متكاملة عن عاداته وثقافته وتقاليد هذا الشعب وخصوصياته ونمط حياته والحيز الجغرافي الذي يعيش عليه، سواء في 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 الغرب أو في الشرق أو في الوسط أو في الشمال والجنوب. إذن لم يأتي المستعمر أو لم يقرر المستعمر القدوم على عملية دخول بلادنا، دخول موريتانيا، إلا بعد أن كانت لديه صورة واضحة ومتكاملة حول هذه الأرض وحول خصائصها وطبيعتها وثقافة سكانها. المرحلة الثالثة هي مرحلة المقاومة العسكرية أو ردة الفعل التي حدثت من طرف السكان. طبعاً هذا المستعمر هو وافد جديد، وافد على منطقة وعلى حيز جغرافي وعلى شعب يختلف عنه كل الاختلاف في الثقافة وفي العادة وفي التقاليد وفي الأسلوب وفي الدين وفي كل شيء. إذن من الطبيعي أن تحدث هناك ردة فعل قوية وعنيفة، وطبعاً حدثت هذه ردة الفعل، حدثت من طرف السكان، من طرف المجتمع ككل. لا أريد هنا أن أركز المقاومة على فئة أو شريحة أو طائفة أو قبيلة أو مجموعة، وإنما أقول أن كل الموريتانيين الذين عاشوا على هذه الأرض كلهم قاوموا بالوسائل المتاحة لديهم وبالطريقة وبالشكل الذي يرونه مناسباً وممكناً ويستطيعون القيام به في تلك الفترة. إذن حدثت هناك أنواع من المقاومة، حدثت المقاومة العسكرية، حدثت المقاومة الثقافية، حدثت المقاومة السياسية، حدثت المقاومة الاقتصادية، حدثت المقاومة الاجتماعية. إذن لم يبقى أسلوب أو أي نوع من أنواع المقاومة إلا وحدث ضد هذا الوافد الجديد، هذا المستعمر، ومن طرف كل السكان وبجميع مكوناتهم وفئاتهم وأعراقهم وقبائلهم. إذن هذه بالنسبة للمرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة هي مرحلة الاستقلال وبداية نشوء الدول الحديثة. طبعاً عندما وجد المستعمر أن العمل الذي كان يريد أن يقوم به فاشلاً، ليست له مردودية وليست له قيمة اقتصادية ويكلفه أكثر مما يسترجع منه، وتكبد خسائر فادحة في الأرواح وفي العتاد وفي المعدات، وجد من الضروري ومن مصلحته أن ينسحب من هذه الأرض ويعطي لهذا الشعب حريته وحقه في نيل استقلاله وسيادته، وبالتالي حدث الاستقلال الوطني وبدأت نشوء الدول الحديثة. إذن هذه هي المراحل أساسا. هناك بعض من المشاكل التي نتعرض لها في عملية إعادة كتابة التاريخ، هو أن الوثائق التي نعتمد عليها ونستقي منها المعلومات حول هذه الحقبة من تاريخنا الحديث هي في الأغلب وثائق مستمدة من التاريخ الفرنسي، من 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 المستعمر الفرنسي، وبالتالي الأجيال التي واكبت الاستعمار وعاصرت الاستعمار لم تكتب كثيرا
بل نادرا ما نجد وثائق مكتوبة من طرفنا نحن، من طرف مثقفنا وعلمائنا، حول الاستعمار خاصة، وحول كيفية دخوله، وحول الطريقة التي تعامل بها معه السكان والمجتمع في تلك الفترة. إذا ندرة الوثائق وعدم توفرها وعدم وجودها متاحة لدى الجميع تعتبر مشكلة حقيقية في إعادة كتابة تاريخ المقاومة الوطنية. على كل حال لا أريد أن أطيل عليكم، هذه بعض الأفكار كنت أريد أن أثيرها. شكراً والسلام عليكم. حضور الكريم وللمداخلات القيمة التي كانت أثرت بلا شك المداخلة. فقط أريد أن أشير إلى نقطة تتعلق بالحديث عن المقاومة ولماذا هذا الفعل المقاوم. هناك تصور سائد عند البعض أنه لا يمكن الحديث عن المقاومة إذا لم تكن هنالك دولة أصلاً، لا يوجد هنالك كيان مركزي أصلاً قائم موجود، وأن الحديث عن المقاومة في سياق غير هذا السياق أنه حديث غير مبرر. أنا أعتقد أنه حتى ولو لم تكن موجودة سلطة مركزية قائمة بالفعل، الملاحظ والذي يرجع إلى وثائق هذه الفترة وإلى خصوصاً ما كتبه الفقهاء، هنالك دولة متصورة. فالفقهاء يتحدثون عن مجال وهنالك نظام مركزي في الذهن ومتصور، فهم يتحدثون عن حدود المجال الشنقيطي. وأستاذنا الدود عرف كيف أنهم يحددون المجال الشنقيطي من إلى بلاد إلى بحر نهر بني زناقية وإلى بيط، فهنالك حدود لمجال وكأنهم يتصورون أن هنالك دولة. وكذلك الإشكال كانت موجودة من النفوذ، بالفعل كانت هنالك إشكال من النفوذ، قد لا يكون النفوذ المركزي، لكن من قال أصلاً أن النفوذ السياسي وأن السلطة السياسية لا تكون إلا مركزية؟ هنالك دول وتجارب كانت ناجحة وجدت فيها أنظمة ليست مركزية، وأعتقد كذلك أن هذا هم النظام المركزي وهم الدول المركزية اللي كان بالفعل كان مسيطر وكان واضح وبارز في تاريخ الفترة المنطقة، أنه سيطر كذلك حتى على أذهان الذين يكتبون تاريخ هذه البلاد، و يتصور بأنه ما دامت لا توجد سلطة مركزية، وأن مشكلة هذا البلد أنه لا توجد فيه سلطة مركزية، هنالك حضارات، هنالك تجارب ناجحة كانت لأشكال من السلطة، وليس شرطاً أن تكون سلطة مركزية، بل أننا نجد توجه لدعم هذه المركزية، لتخفيف من هذه المركزية ولخلق كيانات مركزية. إذن أعتقد أن لا مبرر، والقول بأن السياق لا يمكن أن تنشئ فيه مقاومة لأنه لم تكن هنالك دولة أنه غير مبرر. كان هنالك مجال، كان هنالك فقهاء، وكان هنالك مجتمع يتصور بأنه امتداد حتى لأمة. نجد رسائل حتى بكارلوس ويد أحمد لفيدر ينهاه عن التدخل في إمارة ترارزة، ويقول بأنه هذه بلاد المسلمين وأن يكف يده عن بلاد المسلمين. هنالك تصور حتى بأن هذه الجماعة أنها امتداد لأمة أكبر وجزء من مجال أكبر، وبالتالي كان هذا مسوغ للدفاع، مسوغ للمقاومة عن هذا المجال وعن هذا النفوذ. ولا أريد أن أطيل عليكم وأشكركم.